أهلا بكم مجددا في هذا اللقاء مع سيادة المطران فيليب صليبا من إنجلود نيو جيرسي في الولايات المتحدة. أهلا وسهلا بكم سيادة المطران. شكرا جدا. تنظرون إلى العالم العربي بأنه عالم منبطح آن أوان إيقاظه، هل تبصرون قادة قادرين على تولي دورا بهذا الطموح؟ عندما تذكر لي العالم العربي أتذكر قصيدة لصديق أتى إلى الولايات المتحدة وتعرفت عليه هنا في ولاية نيو جيرسي في أمسية شعرية، هو الشاعر الكبير المرحوم نزار إباني. أذكر أنه ألقى قصيدة في ذكرى تأسيس الجامعة العربية بعد أن انتقلت إلى تونس، بعد أن فعل السادات فعلته وانتقلت الجامعة العربية إلى تونس، يقول فيها: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب، إني الدمشقي الذي احتضن الهوى فاخضوضرت لغنائه الأعشاب. ثم يمضي الشاعر ليقول: أنا يا صديقة متعب بعروبتي، فهل العروبة لعنة وعذاب؟ هذا لسان حالي اليوم، فهل العروبة لعنة وعذاب؟ إنما نمر به اليوم في العالم العربي هو أسوأ حقبة في تاريخنا، أسوأ من أيام المماليك وأسوأ من أيام العثمانيين، ولا أذكر في تاريخنا أسوأ من هذه الأيام. لكن في المقابل هناك علامات، في بعض هناك انتصارات تحققت، هناك انتصار قريب تحقق في غزة، صمدت ووقفت وردت، كما يشبه وقوف غزة كان الأخير يشبه وقوف داود في وجه جولييت. هذه بوادر صغيرة ليست في الحجم الذي نطمح إليه نحن العرب. نحن نطمح إلى صلاح الدين آخر يجمع مصر وبلاد الشام، يجمع العرب في دولة واحدة قوية وليست منبطحة من المحيط إلى الخليج، دولة لها قيادتها الشجاعة المتمكنة من الأمور في هذه الدنيا اليوم، لتجمع العرب. إن يعني الحرب الغزوية التي جرت منذ شهر، وحرب 2006، حرب إسرائيل مع المقاومة اللبنانية، كانت حربا بطولية للمقاومة. لم تكن إسرائيل تحلم بأن المقاومة تستطيع أن تدمر لها 49 دبابة مركبة مثلا، وأن تجبرها على الانسحاب من لبنان. أذكر جيدا عندما كان رئيس الوزراء فؤاد سنيورة يقول لكوندليزا رايس: اضغطي على إسرائيل لكي تنسحب من لبنان. كانت كوندليزا رايس تقول له: not yet، ليس الآن، على أساس أن الإسرائيليين سيحتلون بيروت مرة ثانية، ولكن خاب ظنهم، ووقفت المقاومة في الجنوب وقفة بطولية. إذن ترون أن هناك رجال بمستوى التحدي في هذه المنطقة في بقعة صغيرة جدا.
نحن عندما نتحدث عن العالم العربي نتحدث عن السعودية وعن قطر، هذان البلدان اللذان مدعم مصر يتآمران عن تونس ومصر وتونس وأفريقيا الشمالية وليبيا، حتى في لبنان نحن مفككون مفتتون، في لبنان نعيش على حرق الدواليب وعلى الدخان الأسود وعلى الاقتتال في طرابلس اليوم. هناك من يقول أن التحدي كبير، والتحدي الأكبر هو أن الإمبراطورية الأمريكية تهيمن على معظم أنحاء العالم، تهيمن على أوروبا، تهيمن على كندا، تهيمن على أستراليا، تهيمن على شرق آسيا، على اليابان وعلى تايوان وغيرها، وبالتالي نحن نواجه تحدي كبير. أنتم لديكم علاقات جيدة هنا بالساسة الأمريكيين وحتى في البيت الأبيض، أي دور تلعبه الكنيسة في تخفيف الجور عن المنطقة، إن لم نقل تحقيق العدالة في المنطقة؟ لقد جربنا جهدنا. أنا التقيت برؤساء الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام أيزنهاور وكان قد أنهى مدته الرئاسية، التقيت به في كاليفورنيا وتحدثنا طبعا عن الشرق الأوسط، وكان أيزنهاور صادقا معي، يعني كان متأثرا جدا عندما تحدثنا عن موضوع اللاجئين. وعلى سبيل المثال إنني مع أخي الدكتور نجيب نهيئ كتابا عن مذكراتي مع رؤساء الولايات المتحدة، وهو كتب أناليسيس تحليلا لقضايا الشرق الأوسط منذ زمن بعيد، منذ وجود إسرائيل إلى اليوم. الأمريكيون يسمعون الإذاعات الأمريكية، والإذاعات الأمريكية هي أبواق صهيونية. دعيت مرة إلى المملكة العربية السعودية ليبحثوا معي ماذا يجب أن نعمل لنحسن الصورة العربية في أذهان الأمريكيين. قلت لهم يجب أن نصرف الكثير من المال لنؤسس مكاتب إعلامية في واشنطن وفي نيويورك وفي بوسطن وفي بيتسبرغ وفي ديترويت وفي لوس أنجلوس وفي سان فرانسيسكو وفي كل مدينة مهمة من مدن الولايات المتحدة، ونغذي هذه المكاتب بعلمائنا، علمائنا العرب الذين يفهمون التاريخ العربي ومجريات ما يجري في العالم العربي اليوم، ونستأجر ونطلب من جماعة أمريكيين يتقنون اللغة الإنجليزية لينشروا هذا الفكر ويخبروا الأمريكيين الحقائق عن ما يجري في العالم العربي. ظننت بأن الجماعة في السعودية سيستجيبون لرأيي، لأننا نعيش اليوم في عصر الإعلام، يعني الكلمة قد تكون أمضى من الصاروخ. لكن لديهم كثير من المحطات حاليا، يعني محطات لم تكن موجودة في السابق، محطات تلفزة، ألا تعتقدون أنها تؤدي الغاية؟ أي محطات تلفزة؟ هناك محطات MBC والعربية وغيرها من المحطات السعودية. هذه محطات تبث باللغة العربية، هل تتصور أن الأمريكيين يفهمون اللغة العربية؟ يكادون ألا يفهموا اللغة الإنجليزية، فكيف إذا فتحت الجزيرة مثلا؟ الذين يقرؤون العربية يفهمون ما تبثه تلك القناة. هناك قناة الجزيرة بالإنجليزية أيضا.
اي بس انت تعرف سياسة الجزيرة وتعرف من يمول الجزيرة وتعرف من يمول قطر. نحن بحاجة الى وقفات عز في العالم العربي، الى اشخاص والى دول مجندة للدفاع عن التاريخ العربي، عن الحق العربي، عن حق العرب في الحياة، وعن حق العرب في أرضهم وفي بلادهم. كنا في الأندلس وخسرنا الأندلس، واليوم نكاد نخسر فلسطين. وأنا متشائم جدا من الوجود المسيحي مثلا في القدس، لم يبقى عندنا في القدس إلا 1% من المسيحيين. ألا يستوقف ذلك الكنائس الأمريكية هنا أن المسيحيين تنقص أعدادهم بشكل؟ يا صديقي نزار، يا صديقي نزار، ليس هناك مسيحيين في أمريكا، هناك مسيحية، هي مسيحية الإنجيل. وأستطيع أن أقول الشيء نفسه عن الإسلام، هناك إسلام ولكن أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ القدس هي القبلة الثالثة، كانت في زمن ما القبلة الأولى. أين المسلمون؟ المسلمون الذين يعتنقون الإسلام ويدافعون الإسلام، لماذا لا يدافعون عن فلسطين وعن الأماكن المقدسة إن كانت إسلامية أم مسيحية؟ أين هم؟ هناك من يقول أنه لكي يحترم العالم أفكارك يجب أن تكون قويا، هل تؤمنون في ذلك أم أن التسامح؟ أنا أؤمن بذلك أشد الإيمان، ونحن العرب لا تنقصنا القوة إذا عزمنا، إذا صممنا أن نكون رجالا. العالم العربي اليوم غني جدا جدا بثرواته النفطية مثلا. عندما تهبط العملة الأمريكية ويهبط النظام الاقتصادي في أمريكا، تعقد أمريكا مع السعودية صفقة طائرات حربية بقيمة 80 مليار دولار لإسعاف الخزينة الأمريكية. ثم تأتينا الطائرات الأمريكية فنضعها في العنابر ولا نستعملها. فهذا من الناحية الاقتصادية، اقتصادنا في الشرق الأوسط قوي جدا ولكنه سيء التوزيع. وهناك نقطة ثانية، العالم العربي يتمتع بموقع استراتيجي فريد من نوعه. تأمل إننا في العالم العربي نجاور الخليج العربي ونجاور المحيط الهندي ونجاور البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحر الأطلنطيكي، ونحن على مسافة بضع كيلومترات من أوروبا بين المغرب وإسبانيا والمدن الأوروبية. فمركزنا استراتيجي عظيم جدا جدا جدا، ونحن لا نعرف نستعمل من هذا شيئا. اقتصادنا ليس لنا، يعني نصدر ما لا ننتج. من اكتشف النفط في بلادنا أو النفط؟ لا العرب لم اكتشف. صحيح. رفضتم سفك الدماء في سوريا وحرق الدواليب في صيدا وبيروت والتفجيرات الانتحارية في بغداد، ودعوتم إلى الإصلاح الديمقراطية المتاحة وزرع بذور ديمقراطية
تزهر على المدى البعيد. ماذا تقولون فيما يجري في المنطقة في من مخاض حاليا؟ إن ما يجري في المنطقة في الحقيقة يدمي القلب، يدمي القلب. كما قلت سابقا إننا نمر في أسوأ مرحلة من التاريخ العربي. فخذ سوريا مثلا، سوريا كانت تدعى قلب العروبة النابض بالحياة، فتآمر عليها العرب قبل أن يتآمر عليها اليهود، اليهود الصهيونية العالمية تتآمر على سوريا منذ زمن بعيد. ولكن وحدة سوريا وصلابة الشعب السوري بقوميته وعروبته دحر المؤامرات في الماضي. ولكن اليوم هناك مؤامرة كونية، a global conspiracy، مؤامرة كونية ضد سوريا، لأن سوريا متفقة مع إيران ومع حزب الله ومع حماس، كانت مع حماس، لا أدري اليوم أين موقع حماس من الجمهورية السورية العربية. هذه الدول، خذ قطر مثلا، خذ السعودية، خذ لماذا التآمر على سوريا؟ ومن يدفعهم إلى التآمر على سوريا؟ لكن يقولون لك أن هناك شعب ثار، وهذا الشعب يحتاج إلى حرية والديمقراطية، وأنتم تدافعون عن الحرية والديمقراطية. نحن ندافع جدا عن الحرية والديمقراطية. ليس هناك في العالم نظام سياسي أمثل. كل الأنظمة السياسية تحتاج إلى إصلاح. حتى الديمقراطية في أمريكا ليست ديمقراطية كاملة. والأنظمة في سوريا وفي العالم العربي كله هي في تطور. إنما يجري في مصر ضد الإخوان المسلمين مثلا، وأكون صريحا معك، هذا شيء مشجع، لأن العلمنة، لأن العلمانية ليس العلمنة، العلمانية فصل الدين عن الدولة والنظام، نظام الأحوال الشخصية الحديث، وإعطاء المرأة حريتها، المرأة التي تشكل أكثر من نصف المجتمع في بلداننا العربية لا تزال مقهورة المرأة. لماذا لا تستطيع المرأة أن تقود سيارة؟ هل هذا ضد الإسلام؟ قلتم قصيدة في امرأة في يوما ما، سناء محيلي أعتقد. نعم. هل تسمعنا شيئا من قصيدتك حيال هذه البطلة التي فجرت نفسها في العدو الإسرائيلي؟ مطلع القصيدة هو لا أستذكرها كلها. يا جنوب انتفض على الأعداء واملأ الأرض من نجيع الدماء. سور يا سور يا حبيبة قلبي، يا طريق المسيح والأنبياء. كل يوم تموت فيه سناء، تنبت الأرض ألف ألف سناء. من جملة القصيدة. نعم. الانقسام الذي أوجدته الأزمة السورية في صفوف الجاليات السورية والعربية بوجه العموم، كيف يمكن ردم صدعه؟ التدخل الخارجي في شأن الجاليات السورية في أمريكا والجاليات العربية بشكل عام، لم نستطع بعد أن نتخلص من الذهنية العربية القديمة، من ذهنية القبائل والعشائر والمناطق. تصور في البرازيل مثلا،
عندنا أكثر من 10 نواد، النادي اللبناني ونادي رشية ونادي زحلة ونادي حمص ونادي، كل هذه النوادي أنشئت للمحافظة على القبلية، للمحافظة على المناطقية. نحن في أمريكا الشمالية لم ننجذب إلى هذا العمل، بل اتجهنا إلى تأسيس الكنائس، لأن الكنائس تجمع الناس، وفي الكنيسة تستطيع أن توجه الناس كما تشاء، كما تستطيع أن توجه الناس من المحراب كما تشاء. تحدثتم عن خلافات مع بعض الفصائل الإسلامية الحالية مثل السلفية الجهادية وغيرها، لكن أليس هناك من معتدلين إسلاميين تستطيعون التقارب معهم وجمع الكلمة وتوحيد الأمة؟ هناك كثيرون. كيف هي علاقاتكم مع الأئمة في المساجد هنا في نيوجيرسي مثلا؟ علاقتي جيدة جدا، وأنا عندما اندلعت الحرب اللبنانية في نيسان ثم استؤنفت في أيلول عام 1975 استدعيت كل رجال الدين مسلمين ومسيحيين إلى هذا البيت، وعقدنا اجتماعا ووجهنا نداء إلى أهلنا في لبنان لكي يكفوا عن الحرب العبثية القذرة التي دامت من 1975 إلى 1990. وفي عام 1976 أخذت وفدا من هؤلاء من رجال الدين، كان معنا مسلمون ومسيحيون، وذهبنا إلى البيت الأبيض واجتمعنا بالرئيس جيري فورد. وأعتقد أنا بأن الولايات المتحدة وسوريا والعالم العربي كانوا كلهم متفقين على تدخل سوري في لبنان. عندما قلت للرئيس جيري فورد، هذا موجود في كتابي العتيد الذي سيصدر قريبا إن شاء الله، عندما قلت له نريدك أن تتدخل لوقف النزف في لبنان، قال لي هل تريدني أن أرسل عساكر أمريكيين إلى لبنان؟ منذ مدة وجيزة انتهينا من الحرب في فيتنام، لو فعلت ذلك لثار الشعب الأمريكي علي. قلت له يا سيادة الرئيس، أنا لا أسألك أن ترسل جيوشا أمريكية إلى لبنان، أنا أسألك أن تستعمل نفوذك كرئيس لأقوى دولة في العالم للضغط على المتحاربين ليوقفوا الحرب. صمت برهة قصيرة ثم تطلع فينا كلنا وقال ما رأيكم إذا سمحنا بتدخل سوري محدود في لبنان لوقف نزيف الدم to stop this hemorrhaging. حدقت في مطران الموارنة، وقد انتقل رحمة تعالى مطران فرانسيس الزايك، وفي الإمام محمد الشري كان إمام المسجد في ديربورن في ديترويت، وفي غيرهم من الذين كانوا معي، فرأيتهم يهزون برؤوسهم بالوفاق، لأن الفلسطينيين واليسار اللبناني قد وصلوا إلى ظهور الشوير وهم نازلون إلى بكفية وسيصلون إلى جوني المقر البطريركي للطائفة المارونية. قلت له لا أعتقد أننا نمانع في ذلك،
بعد 3 أيام من هذا الاجتماع صدر قرار عن البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة لا تمانع أبدا في تدخل سوري محدود في لبنان لإيقاف نزف الدم. يدركنا الوقت ولم يبقى سوى قليل. سيادة المطران، أي رسالة توجهها اليوم إلى شعوب المنطقة وإلى الأديان والطوائف والمذاهب في المنطقة؟ ما هو المطلوب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولنهوض هذه الشعوب مجددا وتبوءها مكانها تحت هذه الشمس تجاه التحديات التي تواجهها؟ رسالتي لهم هي أولا الوحدة، ثانيا الوحدة، وثالثا الوحدة. لا شيء ينقذنا نحن العرب من هذا المأزق الذي نحن فيه إلا وحدتنا، إلا وحدتنا. نريد قادة مخلصين لأمتهم العربية وليس لإقاليمهم الخاصة التي خلقها الإنجليز والفرنسيون. هذا ما نريده في العالم العربي، نريد قادة مخلصين، قادة يجمعون الشعب ويخدمون الشعب. هناك أحد القديسين من قديسي كنيستنا يقول إذا عشت وحدي فأرجو لمن سأوصل. نريد قادة يغسلون أقدام الشعب ولا يتأمرون على الشعب ولا يضغطون على الشعب، يفرطون في عقوبة. تمام هيك. أما المسيحية، حتى اليهودية والمسيحية والإسلام، في جوهر هذه الديانات كلها تدعو إلى السلام، تدعو إلى الإلفة، تدعو إلى المحبة. فلو فهمنا هذه الأديان على حقيقتها لما كان هناك ما يسمى بصراع الحضارات أو بمشاكل العالم العربي اليوم المحزنة. سيادة المطران فيليب صليبا، مطران الرعية الأرثوذكسية في شمال أمريكا، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء. نشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في مقابلة أخرى من نيوجيرسي. أنا أشكركم جدا على هذه الزيارة، وأرجو أن تبلغوا أصدق تحياتي إلى القائمين على إدارة محطة الميادين، هذه المحطة التي هي صوت صارخ في البرية تجهر بالحق. شكرا لكم مجددا سيادة المطران. شكرا.